وأطلبكم طلبا واحدا، أن يخلو كل واحد منكم بربه تبارك وتعالى، ويدعو الله صادقا من قلبه، صادقا من قلبه، وأنا معكم. وليقل كل واحد منا بعد أن يغتسل ويصلي لله ركعتين ويقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قسما بالله العظيم أنه من قال هذا الدعاء صادقا من قلبه مريدا للحق، فإن الله تبارك وتعالى سيهديه،